عمرو مرتي منورنا في مصر اليوم. اتكلمنا عن تحضيراتك للدورة السابعة لمهرجان الجونة. احنا شايفين كمية فعاليات وكمية اقبال على الحضور رهيب. اولا بيتهيالي التحضيرات للدورة السابعة ابتدت السنة اللي فاتت، لانه الخطة بتاعت المكان ده احنا اتكلمنا عليها لو تفتكروا في المؤتمر الصحفي السنة اللي فاتت قبل ما نعلن على تفاصيل الدورة السادسة، وكان الكلام ان احنا نخلق مكان يبقى مشجع لكل الناس تبقى موجوده فيه، ومشجع للميديا ان هم يغطوا احداث المهرجان. كبرنا البرنامج، فده تم الاستعداد ليه من السنه اللي فاتت، ولما حصل ظروف الحرب وصغرنا الفعاليات السنه دي كبرناها بزياده، لدرجه ان احنا التيم مش مكفي كم الحاجات اللي بتحصل. فانا مبسوط قوي لان ده كان حلم، فاللي انا شايفه جوه ده حقيقي حلم، وربنا اكرمنا. لسه النهارده سامع ان احنا اعلى سنه حضور سينما افلام وندوات واكريديتيشن، يعني في 11000، احنا النهارده رابع يوم، 11000 تيكت اوريدي اتاخدوا للفعاليات كلها والافلام، فده رقم كبير عمره ما حصل، وده رابع يوم في المهرجان. فاعتقد يعني احنا ماشيين في الطريق الصح. البانل خطيره قوي، الميكسات اللي في البانل فظيعه، يعني يسرى مع اسعاد النهارده، نيلي ويوسف، ونقاشات فظيعه. فاختيارات البانل ومواضيعها كانت ازاي؟ دي ما احنا السنه دي معانا الكاتبه مريم نعوم، هي اللي بترأس السيني جونا فورم اللي هو البرنامج المخصص للندوات والان كونفرسيشنز يعني. وكان البريف يعني لما قعدنا اتكلمنا قلت لها انا عايز اخلق الندوات ليها دعوه، طبعا اهم حاجه ان هي تبقى مواضيع بتختص بالصناعه والحاجات اللي بتشغل الصناعه دوليا وعربيا، ويبقوا ونحاول ندخل فيها نجومنا للناس عارفاهم وبتحبهم ونسمع قصتهم بطريقه مختلفه. فده كان الميكسز. يمكن احنا شويه كان في اسماء كمان كبيره نجوم دوليه كانت مأكده الحضور، وبسبب الظروف ما قدروش يحضروا، بس ده كان هيتقل اكتر، وده هيحصل السنه الجايه اعتقد كمان. لو بفكر ان احنا يعني حصريا كده ان احنا نرجع لميعاد الدوره الاولى والثانيه والثالثه، اللي هو المهرجان يبقى في سبتمبر، لانه برضو في مواعيد تصوير كتير جدا معاكسه ناس كتير تبقى موجوده يعني. ف يعني ان شاء الله. شكرا.